هل تصح الصلاة في الملابس التي تحتوي على صور للاعبين الأجانب؟ لا يجوز لبس ما فيه صور لا في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه في الصلاة أشد إثم. الصلاة تصح لكن مع الإثم، حمل الصور، وأيضا هذا من باب تعظيم اللاعبين وتعظيم الكفار وتعظيم، هذا لا يجوز. لا تلبس ملابس فيها صور أبدا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لكن المعصية داخل الصلاة أشد إثما. نعم.